على الطريق بين مدينتي الحديدة وصنعاء يتسرب الأطفال من هذه القرى، ينصبون أحلامهم على الطريق السريع أملا في توفير لقمة عيش كريمة. يبيعون الفواكه لكن المخاطر حولهم كبيرة، إذ تصبح حياتهم في مهب العنف كالحوادث التي تترك لهم الإعاقة مجبرين كما حدث لبعض أقرانهم. محمد ذو العشر سنوات اختط لنفسه عملا أكبر من حجمه، على ذات الطريق يغسل الشاحنات الكبيرة وسط قسوة البرد وتعرضه لمخاطر عديدة نفسيا وجسديا. لا شيء متاح من أحلام الطفولة في هذا البلد، فكل شيء أصبح في قطيعة مع الحياة.